اللاعب المصري كتير مش متعود ان هو يخرج بتركيزه من مهمه كانت مهمه في منتهى الصعوبه، يعني عارف انت اللي هي طبعا يعني ماتش النجم الساحلي ماتش تاريخي في تاريخ هؤلاء اللاعبين يعني، وتقوم داخل على ماتش وادي دجله حوافز ثانيه ودوافع ثانيه، برضو ده مش موجود كتير عند اللاعب المصري انه بيعرف يفصل ما بين مسابقه محليه وهو خارج من مهمه افريقيه ثقيله. لا بص، هو طبعا خدت منك ذهني جامد جدا وبدني بشكل كبير جدا، كلنا كنا مضغوطين، يعني احنا اللي كنا بره حتى ما بنلعبش احنا كنا مضغوطين، كنا مشدودين جدا من قبل المباراه بكام يوم. صحيح، صح ولا غلط؟ صحيح. والفرقه اللي بتلعبها فرقه كبيره ولسه واخده بطوله العرب وفرقه تقيله، مش من الفرق التقيله على مستوى وانت متأهل من تونس من ملعبهم. ما انا بقول وفي نفس الوقت كل الناس متوقعه ان النجم الساحلي جمهوره شرس جدا، واي فرقه بتروح بتتغلب هناك، انت رايح عملت مجهود قوي جدا انك تقفل، وفي نفس الوقت كنت ند فتره من فترات بالنسبه لفرقه النجم الساحلي، وبعدين بترد بقى على انا بقول لك على اصعب فرقه دجله، الاصعب فرقه في الدوري. يا سلام، هقول لك ليه، هقول لك ليه من اصعب الفرق. الفرقه دي خدت فتره كبيره جدا في الاول اول خمس ماتشات ما كسبتش حد، لما بدات يتعودوا على التكتيك وطريقه لعب بتاعت الراجل بدات فرقه تتعب اي فرقه، لان اللعيبه صغيره منظمين تكتيكيا، وفي نفس الوقت كمان اخر سبع ماتشات ما اتغلبوش من حد. ايوه، فرقه ما بتتغلبش من حد، لان اخر سبع ماتشات انا انت عارف انا بحب اشوف الشغل بتاعي قبل ما اشتغل. النهارده كسبان كسب النجوم، امبي تعادل مع الجيش، كسب سموحه، تعادل مع المقاولين، كسب الاسماعيلي، تعادل مع المصري، سبع ماتشات ما اتغلبش. دي نتائجهم الاخيره قبل ماتش الزمالك. قبل ملعبك. على عكسك انت نتائجك قبل الفتره فيها شويه زبزب. عشان كده كان راجل زعلان جدا تكيس امبارح. ما انا بقول لك عشان كده ايه، هو الراجل كان طمعان، لان هو جاي انت جاي مجهد ومضغوط بشكل كبير جدا، بتلعب فرقه صغيره وتركيزك مع النهائي وتركيزك مع ما انا بقول لك خدت منك نفسي وبدني، وفي نفس الوقت انت جاي تلعب فرقه صغيرين في السن، فرقه بتجري كتير جدا، ودي الميزه اللي الراجل بيلعب عليها انه بيختار لعيبه صغيره في السن عشان تعمل التكتيك بتاعه والضغط بتاعه. فانت بتلعب مجهد، بتلعب فرقه منظمه معنوياتها عاليه، وعندها مشكله كمان ان هي بتصارع، لان الفرق بينها وبين اللي هينزل 3 بونت، فعشان كده عنده مشكله فانت بتقابل فرقه شرسه. نفس مشكله الزمالك ان الداخليه برده عنده برده نفس الكلام. النهارده الداخليه هتلعبك وممكن انت اللي تنزلها. انا معرفش نتيجه امبي مع الاتحاد ايه، انا احنا قاعدين مش عارف. امبي كسبان هيبقى الفرق 9، لو الفرق بقى 9 بينه وبين الداخليه خلاص الداخليه يبقى نزل.